تفضل يا زوجي العزيز، تفضل. زين يا سعيد، الحين والله الواحد محتاج الى كوب شاي يسمع هالراس هذا. هو كلنا نشوف الشغل زايد عليك سعيد لين ناقل لنا بياك البيت. ها ايش اسوي يا سعيد، شغل مستعجل ولازم اخلصه. وايضا الانسان يعني يوم انه يقطع على نفسه وعد المفروض يوفي به. ايه عارف اللي تقصينه يا سعيده، لكن اليوم ما اظن اقدر يا سعيده. يعني تذكرت ونوبة بذكرك بعد، هذه ما اول مره تاجل فيها مشوارنا. ايوه يا سعيده، بس تعرفين انا عندي شغال وايد وما اقدر يعني بصراحه سامحني. على الاعذار الزايده، كمل شغلك. يلا ما عليه، مرة ثانية يوم آخر. سعيدة زعلت انتي؟ لا أبدأ شغلك، حيث انه وراك من بيسة والزعل مرفوع. كمل. مرحبا، مش تفضلي دخلي تفضلي. خليها يعني عندش، تعالي تفضلي. ميدان، ها تو مالك ما تنزل؟ ها انا ما بنزل، اصير امر على الشباب. ايه رايح، عندي موعد مع الشباب. سير مع الشباب وخلي عندك مذاكره، لا انت بمذاكرتك ولا انت بشيء، وضيع يا بترول وادفع يا اسلوب. الله يهديك الوالد، تو انا من العصر وانا معاك في السوق وخلصت اتفاقك مع الرجال وكل شيء، وانا جالس انتظرك. ايه وخلفت موعدي مع الشباب، تو بسير. توعد سمعك دخل مره واحده. قال اسمعي، لكنك عقيتني وسرت عني. انا رايح. هاي شوي لك شاقني على هالحلقه. شوي على نفسك. وين نحن؟ هنا. أبغاش يا نورة تعتبر البيت بيتش وتاخذي راحتش فيه. مشكورة يا خديجة، وما أبغى أشوفش متكدرة أبداً، دائماً أبغى أشوفش مبتسمة. وإيش اللي يخلي واحدة مثلي تبتسم؟ يا نورة يا حبيبتي، أنتي لا أول ولا آخر واحدة تتطلق. صحيح، يلا الإنسان ما ياخذ إلا نصيبه في هذه الدنيا. أرجو إني ما أكون ضيفة ثقيلة عليكم أو أسبب لكم أي مشاكل أو عراقيل. إن شاء الله وبإذن الله العراقيل هذه بتتكلمي عنها بتشوفيها كلها هنا. أنتي ما فهمتي قصدي يا خديجة، صدقي صار لي فترة ما ضحكت، حسيت إني محرومة أو حتى ما من حقي إني أضحك. وليش ما من حقش الضحكي؟
لكن أقولش الحمد لله يوم إنش اتطلقتي من هذا الرجال الشيبة. وحدة في سنش أنتي أمورة، ما المفروض إنها تتزوج من رجال في سن أبوها؟ هذا اللي صار. قلت ما عليه، أستحمل، أتكيف مع هذا الوضع. لكنه كان يحس بفارق السن بينه وبينه، قام يغار عليه حتى من أولاد اللي ما بيتكلموا معاي، حبسني في البيت مثل الخدامة. وفوق هذا كله ما كان مر علينا يوم من غير ما تكون في نزاعة. الحمد لله يوم إني شرتحت منه ومن العيشة معاه. صدق يا خديجة، لولا أصرار أولاده ما كان بيطلقني، ومن طلقنا حسيت وكأني انولدت من جديد. رحت بيت أهلي بس حصلتهم رايحين البلد وما أدري كم بيجلسوا، قلت أجي عندك. مرحبا بش وحياش الله، واعتبري البيت بيتش ولا تكوني غريبة البر، وإن شاء الله الله يرزقش بود الحلال اللي تستاهليه. خلاص يا خديجة، تجربتي هذه تمنعني حتى مجرد التفكير في الزواج. حول ولا قوة إلا بالله. وين راح الأوراق؟ وين؟ وين يدو وين؟ أنا ليش مد نفسي؟ ليش ما سأل سعيدة؟ سعيدة؟ وين سعيدة؟ يا سعيد جيت من وقت مو زاد شوق؟ لا أي شوق الله يهديك. تذكرين الأوراق اللي كنت جالس أشتغل فيه أمس؟ يا ذكرهم فوق الطاولة. هي نسيت هني، نسيت بعض منهم، ما أعرف وين راحت. ما حصلتين؟ رميتهم في البلدية. رميتين في البلدية؟ هي ما يقولوا حافظوا على نظافة منازلكم والكتشرة رموها في البلدية. يا سعيدة علامة سعيد طلع زعلان وراق مو لين يكون مهمة واضوي عن يكون أوراق عقد الزواج. غاب غاب وأخر الصداق غاب. الحمد لله يوم حصلتني. يلا الو. نعم. لا لا لا، ان شاء الله ان شاء الله دقائق ويكون الملف على مكتبك ان شاء الله. لا ابدا، الملف جاهز. اين؟ إن شاء الله، مع السلامة. المدير يسأل عن ملف المشتريات. الملف مع سعيد، أنت عارف هذا الكلام. وين سعيد حضرته؟ والله ما أعرف، بس يمكن يكون في الطريق، يمكن حصل له شيء ولا شيء بيوصل. زين أنا بتصل بالمدير بخبره إن سعيد نسى الملف في البيت. يعني أنت الحين حصلت فرصة علشان تشوه سيرة سعيد؟ الموظف اللي يخاف على سير العمل لازم يسوي اللي أنا باغي أسويه. يا سلام، وأنت خايف على سير العمل؟ لا لا لا، أنت باغي تشوه سمعة سعيد وأنا عارف إنك. أوه. يا ترى أنت وين يا سعيد؟ ليش تأخرت؟ أعوذ بالله شيطان الرجيم. في البلدية عاد؟ في البلدية يا سعيدة؟ ترى أنا حسبت أنك أنت ما تريدهن. ما أريدهن؟ وكم ما أريدهن؟ مش طول الوقت أشتغل فيهن
واخرتها اجيبها من دار البلديه. هذه اخرتها عاد لحسن حظي من البلديه ما جت الا الاوساخ. لحسن حظي بس. ايه دومك محظوظ سعيد بسعيده. لا مقروض. عندي حرمه ما تعرف من الاوراق المهمه الاوراق العاديه. مقروض. دراني ايش دراني؟ ايش دراج؟ ايش دراج؟ هذا انا قدامي جالس اشتغل وتشوفيني بعيونك. على الاقل قليل تسيرين ايش هالاوراق تشوفين. ما مني وطريق عدرا من بلديه. لكن ايش اقول عنك؟ دهيريه دراج دهيريه. انا دهيريه انا؟ مثل ما سمعتي كون تلمين الاوراق قدام البلديه فهي تقصير منك انت تقصير. دومك زعلت نادر ذا التقصير كل ما قلت تقصير تقصير متى بيكون تطويل؟ وبعدين معك انت اقل تسيرين تشوفين تنظرين هالاوراق زينات ما زينات مهمات ما مهمات. سويتي هذا الشيء سويتي؟ انا يا سعيد ترى يعني انا انا يا سعيد انا 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 ايش انت تتكلمي انا انا؟ ترى انت تعرف انا مالي هناك في القراءه والكتابه بعد تعرف؟ عجيب. ويوم تزوجتك وقلتش يلا تعلمي يا سعيده طولت لسانك هالكذا طوله وقلتي انا متعلمه واحسن وحده متعلمه عند معلم سليمان. وين تعليم معلم سليمان الحين؟ وين 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 تعليمه؟ ترى سعيد وحدك تعرف حبك زاد علي وبخر العلم من دماغي كله ونسيت العلم. نسيته وانا عاد العلم. نسيتيه؟ على العموم انا سائل العمل ولما ارجع بكمل كلامي معاش وبشوف اخرتها ايش معاش انتي. يا الله سعيد طلعت اعلام من البيت لكن انا ما مني والله العظيم ما اقصد شيء والله. سلامات خلفان، مالك اليوم راجع من وقت من الشغل؟ تعبان يا خديجة تعبان ومنهلك وحالتي لله. يا كافي الشر مو فيك. قلت لك تعبان تعبان من العمل أريد أرتاح. ممكن أروح أرتاح؟ زين مالك كذاك متعصب خلفان ما حد يقدر يكلمك؟ خديجة الله يخليك أبغي أرتاح. زين خلفان أرتاح أبوي ما حد قال لك ما ترتاح. بس بالأول بغيت أخبرك شيء. خير ايش هنا؟ نورة بنت عمتي جات عندنا وبتجلس كمين يوم. وليش عاد كمين يوم؟ نورة طلقت. طلقت؟ هي نعم طلقت وحيانها راحوا البلد وجات عندي ما حد لها غير هنا. مسكينة هذه الإنسانة والله مسكينة. مسكينة الإنسانة هذه دائما حظها عاثر. لكن بيني وبينك يا خديجة حياها الله البيت بيتها في أي وقت. في شيء بعد؟ لا سلامتك ارتاح. في البلدية. علشان تعرف المعاناة اللي أنا فيها يا عبد الله. بس اللي خلينا أفوت مثل هذه الأشياء أن زوجتي تتصرف بحسن نية في كل أعمالها. إنسانة على سجيتها. وهذه نوعية نادرة هذه الأيام يا سعيد. الناس البسيطين الفطريين. ايش حالاتها هاي الشخصية يا عبد الله لو دخل عليها التعليم وبدأت تفكر؟ بتكون كاملة والكمال لله طبعا. بس هذا ما يمنع يا صاحبي. فعلا ما يمنع يا عبد الله. لفاتها فرص التعليم وهو صغير ممكن يعوضها الحين ومراكز تعليم الكبار متوفر. اذا عليك بالاقناع. انا قادم لمرحلة جديدة من المناوشات والله يستر.
الله بنورك. زارتنا البركة. يا مرحبا وسهلا. شرفتي شرفتي البيت. اهلا خلفان. يا مرحبا. بس هذا من ذوقك. كيف حال صحتك الحين؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله على كل حال. الانسان في هالدنيا ما ياخذ الا قدر المكتوب له على جبينه، واللي الله يعلمه من نشأة الخليقة. ما شاء الله ما شاء الله، كلام حلو وكلام جميل، كلام عميق ما شاء الله. هذا ما صار كلام، الله يهديك خلفان يا بطوي. أقول خلفان. نعم. أقوم أجيب لك شاهي. لا مشكورة، ما أبغى شاهي. با. نعم. بغيت أسألك في شيء. أنا عادل، تعال حبيبي تعال أسأل. خير، إيش عندك؟ يوم كان عندنا درس في العلوم عن الطيور وأشكالها. زين. ومن بين هاي الطيور العندليب. فين سؤالك أنت الحين؟ سؤالي ما داخل الدرس. دوك. أنا الحين وقالت أذاكر أدور اللي عنده ليب قمع، فما عرفت. دور اللي عنده ليب قمع. اسمع ولدي اسمع، أنت خليني أفكر وأنا بعدين بجاوبك. زين؟ تعرفي ما؟ بسيطة ولدي، أنا أجاوبك. شوف، إذا كان واحد نقول واحد عنده ليب، وإذا كانوا اثنين نقول اثنين عند ليب، وإذا كانوا ثلاثة نقول ثلاثة عند ليب، وإذا كانوا أربعة نقول أربعة عند ليب. وانت رايح. إيش هذا؟ إيش هذه المعلومات الغلط اللي جالسة تدرسيها الولد؟ إيش هذا يا خديجة؟ واحد اثنين ثلاثة غلط. كيف غلط؟ الله يهديك خلفان، ترى أنا شفتك أنت ساكت وقلت أتكلم بدلك ورد على الولد. هذا غلط. اسمع يا عادل، جمع عند ليب عند ليبات. عفوا. لا، جمع عند ليب عنادل يا عادل. عنادل؟ ايوه عنادل. نعم نعم عنادل عنادل، الحين ذكرتها. كلام خالتك نوره صح، عنادل. انا نوره بصراحه يعني الاجابه كانت في بالي بس طارت، ما اعرف وين راحت. عنادل صح. شكرا خالتي نوره. مو نوبه هذه عنادل، نوره وحدي ما اعرف. مو هذا عنادل، كاني اول مره اسمع بهذا الاسم غريب. عنادل فعلا بعض الجموع المفردات تكون غريبه وغير متوقعه، حتى ايقاعها على الاذن يكون ايقاع غريب. ايقاع؟ مو نوبه هذا ايقاع؟ وحدي ما سمعت به ايقاع. مو يعني اقصد الترنيمه. هي ما شاء الله كنتي نوره متمكنه. لا متمكنه ولا شيء، بس الإنسان بطبيعة الحال يكون مزود ببعض المعلومات اللي تكون في ذهنه من خلال قراءات متعددة. ولا إيش رأيك يا خلفان؟ ما شاء الله ما شاء الله، كلام منطقي وكلام جميل وكلام موزون وكلام ما يوصف بصراحة، ما يوصف، كلام في علم نفس. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تو هذا الإنسان إيش كاتب لي في هذا الورقة؟ وهي ما أطقها. أنا في الحسابات ما حد مثلي، أحسب حتى مليون، لكن في القراءة ما أفهم الدودة. يا الله يا الله يا الله. أم سعيدة أم سعيدة، تعال شوية، تعال شوية، تعال شوية، تعال 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 بعد شوية تعالي. خير مو ناقش له. أنت بعدك في دارك ذي الورقة من يوم جاي، هذه الورقة بيولك. حياتي تصير وحياتي تقلص الله يهديك، أهمو في هذه الورقة. هيه هيه سعيدة أنتي، لو تعرفي إيش مكتوب في هذه الورقة كنت عذرتيني. هي نعم. مو مكتوب في هذه الورقة. أنا يا أم سعيدة تراني مثل كل مرة أجيب أراضي حال الناس، وهي ترى دلالتي ماشي لك أنتي. هيه أنت توخذ دلالة؟ أبو لازم شيء، دايماً دايماً هذا التجار يعطوني نقداً. سمعت مني؟ لكن هذا الإنسان ما عنده نقد، أعطاني هذا الورقة وقال لي هذا الورقة ضمانة. تو انتي بالله عليك لو تعرفي تقري وتكتبي كما ما أنقذتيني. لكن ترى احنا كنا خسامة خزمة قزعة. توك ترى مو نسوي هاي نصيبنا وتحلال. أقول شي حرص فهدي لين يجي ويقرأ لك إياها. هذا شي آخر تعال، هذا اخرك. انا احرص في هيدان لين يجي. تو انا لو اعرف اقرا واكتب كنت احرص في هيدان، لكن احرصه وامر لله.
البيت. نورة تذاكري؟ أذاكر إيش يا خديجة؟ أنا خلصت الثانوية وتوقفت. أشوف إيش دائما تقري. القراءة بحر واسع، والكتاب صديق مؤنس، ياخذش للدنيا غير الدنيا اللي أنت عايشة فيها، ويحكي لش حكايات عن ناس عاشوا قبلنا، ويوصف لنا منهجهم في الحياة وطريقة عيشتهم. بس الواحد ما يحس بالملل؟ دائما يقرأ ويقرأ ويقرأ. لا يا خديجة ما يحس بملل ما دام انه هاوي قراءة. خديجة انت ليش ما بتعلمي؟ اتعلم؟ كان ما ناقصني شيء حتى اتعلم. ناقصش العلم، ليش ما تتعلمي ما دام هناك في امكانية؟ وليش لازم اتعلم؟ ناخذش انت على سبيل المثال، زوجش ما شاء الله صاحب مقاولات ورجل اعمال كبير، على اقل قليل زوجته تعرف تقرأ وتكتب. صحيح كلامش نورة، لكن تعرفي خلفان عمره ما قال لي روحي لمدرسة وتعلمي. يمكن هو ما قال ليش، بس أكيد ما بيعارض من إنش تتعلمي. الرجال يا خديجة كل ما شاف زوجته أحسن كل ما اهتم بها أكثر، وكل ما كانت الزوجة فاهمة ومتعلمة كل ما طغى هذا التفاهم على حياتهم الزوجية. شاركونا معاكم في الكلام يا جماعة. أقول خلفان، إيش رأيك لو أنا أتعلم؟ يعني كيف تتخيل خديجة وهي متعلمة؟ شوفي نورة، خديجة زوجتي وأنا تزوجتها مع علمي إنها غير متعلمة، وأنا راضي بهذا الوضع. بس ما يضرها شيء لو تعلمت. صحيح خلفان، ما يضرني شيء لو تعلمت. خديجة لا تنسي إن شغل البيت كثير، وإذا أنت قدرتي توفقي ما بين الدراسة وشغل البيت زين، أنا ما عندي مانع. صحيح شغل البيت هذا وحده مشكلة. شغل البيت ممكن ترتبيه بترتيب وقتش، المهم النية والرغبة في التعليم. نورة، النية والرغبة في التعليم شيء جميل، لكن الدراسة بالنسبة لخديجة جات متأخرة. صحيح الدراسة بالنسبة لي أنا جات متأخرة. إذا ما بديت الحين تتأخري أكثر وتكوني محلك سر، لا تتقيدي ولا شيء. أيام العمر تمضي بسرعة، أحيانا نحسها ثواني أو دقائق. كلامش صحيح، يعني أنا لو سجلت في هذه السنة، السنة الجاية بكون صف الثاني. الصف الثاني، الثالث، وبعدين؟ يا ترى يا خديجة، أنت لو درستي، إيش ما الثقافة بتكسبيها طول هذه الفترة، طول هذه السنوات؟ على الأقل القليل تكون أحسن من حالتها هذه. مو فيها حالتي نورة. لا أبداً يا خديجة، أنا قصدي إنش تعرفي تقري وتكتبي. هو في الحالة هذه الواحد يعني... أنا أذنكم شوية. تفضلي نورة، إذنش معاش. إنزين خلفان كمل، وفي هذه الحالة إيش؟ في هذه الحالة أنا طالع برا. كلام نورة معقول ولازم أنفذه. غمك يا سلو، غمك إنك تميت. نعم مسعيده، مسعيد حيسني، مسعيد حيسني. نعم سلو، ما يحتاج كل هذا اللي قاعد تسوي في عمرك. الله يهديك. بس انت كيف ما يحتاج يا مسعيده؟ كيف ما يحتاج؟ ودلالتي غابت وتقولي لي ما يحتاج؟ من فيدان؟ فيدان با افتح عيونك زي وقال يا عمرك هذا الورقة. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا رابع مرة يا الوالد أقرأ لك ذي الورقة. زين هذه تنازل منك للتاجر عن قيمة الدلالة. لا وموقع تحتها بعد. وافق واحد في مسوي نفسي ابو العريف. نعم وانا ما ادهيك ما افهم شيء، مسوي نفسي افق واكتب وانا ماشي قد وقعت على شيء. اهل والد، هدي نفسك، هدي نفسك تو وفكر في حيلة ايش تسوي. كيف فهد وما سير انت عندك مذاكرة، سير انا اتكلم بيول ابوك. أقول سلوم، قولي شي ما كان في شي ما وسعيد، قولي تكلمي. بالأول أسألك وابويا مالش مسعيدة، تو انتي باغي تقولي لي وباغي تسألي صاش عذبتيني. إلا أنا أول أسألك وبعدين أقول لك. آه يا صبر أيوب. نعم يا صبر أيوب. إنزين قولي تو مو باغي تحلفيني ومو أحلف على المصحف. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الله أنا باي أقول لك أنت الحين انضحك عليك التاجر. سكتي يا سعيدة سكتي، ضحك وضحك علي. نعم والظاهر إن هذا التاجر باغي يضحك علي الناس. تعرف حالمو؟ حالمو؟ أه ما تعرف تقرأ؟ لو كنت تعرف تقرأ وتكتب كما الناس كان قريت الورقة قبل وخلاص عاد وقعت عليه. عدم معرفتي بالقراءة والكتابة حفا
حفرت قبر بيدي. نعم استغفر ربك يا سو. حفرت قبرك مرة واحدة؟ هذا ايش معناها؟ هذه ايش معناها؟ لما اخليه يضحك علي ويسرقني وانا اساعده اني وقالة تنازل، هذا ما حفر قبر هذا؟ يا الله يا الله يا مشعيد، في سقلوب. نعم في سقلوب سقلوب. اقول لك ما بس هذا التاجر ضحك عليك، تجار واقدين عاد من تو غادي يضحكوا عليك. لا 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 من تو غادي يا ام سعيده ما اخلي حد يضحك علي بتاتا. كيف؟ انا يا ام سعيده قررت اتعلم. اقول سلوم هو هذا الكلام مبايع اقول لك عنه. انزل عجب سمع مني يا أم سعيدة. إيه؟ أنا لما أتعلم وأستو مثقف حرمتي ما أبغاها تستو جاهلة. سمعني يا سعيدة، أنت لازم تتعلمين القراءة والكتابة حتى تقدرين تمشين البيت ومسؤولياته وتهتمين بعمل. إيش قصدك من هذا الموال؟ قصدي واضح، هو إنك تروحي المدرسة. سعيد كأنها فيك حمى اليوم. أنا في ذا السن وعندي ولاد ثنينة، تباني أصير مدرسة كما الصغيرين حجة؟ إي نعم تروحين مدرسة ليش لا؟ أما تحاولين تتعلمين زين، العلم نور يا سعيدة. وبعدين انت ما اخر ولا اول وحده يفوت قطار التعليم، والحمد لله مراكز محو الاميه متوفره. لا والله يا شال شنطي ويا بدفاتري، كما يقول صاحب المثل يوم شاب ودوا الكتاب. لا 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 ابدا، ذا الكلام ما يدخل بمخي ابدا. سيده كلامي معقول والله العظيم معقول، لما تكونين متعلمه تقدرين تربين اولادك بطريقه احسن، تكونين جنبهم ومعاهم وتذاكرين لدروسهم. وبعدين بيني وبينك ما زين، يعني ما زين ان اولادك يعرفون يقرون ويكتبون وانتي لا، ما زين. ترى يا سعيد الحقيقه انت ما تقصر، الكتب والمجلات تكيلهن حالي، خمسه بيسه في البيت، مال الف بالطبخ ومال خطوط الموضه تراني اتصفحهن. تبى الصراحه سعيد كلامك هذا لف لي راسي. طيعيني يا سعيد طيعيني، ما بتخسرين شيء يا بنت عمي طيعيني. استفكر. كني غويت البيت أقول عفوا، يعني هذا ما منزل الأخ الفان زوج جارتي خديجة؟ هي نعم هو، تفضلي. هذا أكيد خلفان سواها في خديجة. أحسنتي، شكرا شكرا. تفضلي السلام. أحسنتي. ألو؟ نعم؟ خلفان؟ لا والله ما موجود. طيب لا 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 هذا أكيد، وما أكيد وبس، هذا واضح جدا أن خلفان سواها وتسوق على خديجة. وغيابش يا خديجة يا جارتي يا صديقتي العزيزة، وغيابش كان قاعد فوقش مشاركة. نعم انش تستافي منها من تو غادي، ما قليلة اشوفها ما قليلة. انا نورة بنت عمة خديجة. نورة بنت عمة خديجة، كيف حالش؟ الحمد لله خيرة. الله يحافيش. عقبهن خديجة. خديجة موجودة سعيدة، كيف حالش؟ طيبة؟ الحمد لله بخير وعافية، كيف حالش انتي؟ بخير الحمد لله. بعيد الشر ما حد يشوفش الله يهديش. عرفتيها؟ عرفته والحمد لله اني عرفتها بنت الحلال.
خير؟ ايش هناك اخت سعيده؟ لا سعيده ما تضحك الا اذا في شيء، يلا خبرينا مو مضحكنش. الحمد لله اللي عرفته. اقول لك بصراحه بيني وبين نفسي سامحوني، غبتني البنيه اول مره اشوفها، قلت بيني وبين نفسي اكيد خلفان سواها واستوت وقام شرقه بخدي. واللي خلاني اشك اكثر اني شفتها بنت حليوه ومزيونه الله يبارك، لا واللي زاد الطين بله يوم ردت على التلفون قالت خلفان ما موجود، قلت بس عقب 100% خلفان متزوج. الظاهر يا بنت الحلال كل شيء ذي الايام يضحك والواحد يستعجب منه. ها هو شي انا مستعجبه ذي الايام من سعيد مطلع لي فسر جديد؟ يا بنت الحلال صالب علي يقول لي قومي يا سعيده سير تعلمي في المدرسه، صالب علي سير مدرسه وسير مدرسه وين كما يقول صاحب المثل يوم شاب ودوا الكتاب. سمعي بالله تعالي. سعيده ابوي هذا الفسر الجديد ما عندش انتي بس هذه نوره صالبه علي انا ليل ونهار، قومي سير تعلمي وقومي سير تعلمي. ولا زلت اني مصره على انك تتعلمي العلم يا خديجه. العلم نور، توبه تقولي العلم نور، ابوي صدعت لي راسي نعرف هذا كلام سعيد انور هار هناك في البيت. نعم غيروا السالفه شويه. انزين اقول تو سعيده نعم. خلاص انتي يعني ناويه مصره انك تتعلمي؟ في الحقيقة والواقع يا أختي يا خديجة أنا قلت لازم أتعلم لأنه العلم نور كما يقولوا تعرفي، وبعدين قلت أنا العلم بينفعني في المستقبل أعرف أفك الخط. أقول إيه؟ سعيدة إذا في الحقيقة والواقع نعم. أنا وياش بنروح المدرسة مع بعض وبنكون في نفس الصف إن شاء الله يا رب العالمين. خلاص ما يحتاج إني أتكلم، قلت أنا اللي بغي أقوله. أم سعيدة أم سعيدة لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اخذتنا الحرمه، هذه تفوتنا الحصه الاولى، الحصه الاولى بالنسبه لي انا مهمه. هاي تسمى حسابات وعموما الحساب انا ما بحسب بعد. نعم الوالد نعم. هل كنت منك هل تاخذت؟ نعم الباء الباء مو الباء تحت نقطه ايه تحت نقطه والتاء فوق نقطتين والله يعني ما عفق ولا عفقت وياه لا لا مو هذه ما فيها نقطة حاول ما يسوي نقطة ما فيها نقطة لقين فيها والحين ما فيها فهد نعم وفهد نعم. ما كلاش نسوي شين همك أخذتنا همك لها هذه ما هم عيد يا كلافي سوي لها ما سوي لها دونا الوالد ناقصتني ذا الشغلة الله يهديك أوصلك أنت والوالد المدرسة بعد يا الله أنك نقل أنت لنا شاشاق أني في حياتي بعمتك سوي لها بس سوي هرم لكن الله يهديك لكن الله يهديك أم سعيدة لكن ما يضحك بعد يضحك الله يسمعها منك علبة مالك ذاك الله يهدي ذا الولد تو انت مالك الله يهديك ذاك مستعجل مالك تو بوي سمعك كذاك تصرخ جالس يقول مرة ما يحتاج انت هناك ما كنك تصير تنام في الصف يا أم سعيدة الله يهديك تأخرنا عن الحصة ما شاء الله يهديك بعدين تبغي الناس يضحكوا علي يسدني شي ذاك هذاك اللي ضحك علي خلاني أوقع فوقه تنازل عن حقي انزين انزين يوم تضحك انا مو اسوي بك يا ام سعيد ركبي الحصه تفوتني انزين ابويا انزين من الحساب اكبر مو يبالي يا بناتي خلاص خلاص صرنا صرنا هي شغل شغل اقول ام سعيد اه هذا الحي ما فيه انقط الحي الحي ايه ومو بو فيه انقط الجيم ايه ومو غيره والخي ايه والدال ما فيه الدال فيها هي ايه. والري سعيد يو شايف الابله مو لابسه؟ يلا محل هذا الميكسي منقط وطايح بيكون ايه عندش منه؟ ما عندي كان طايح الايام في السوق قصيني من نفسك كان صرت الخطره. انا عندي منه 300 ما عرفتش يا ابو شفتي تاجره ما يفوت الشيء. ما يهمش اجيب لك بو اسود ذي المره بو لون اسود. اه عاد يبي لي خضر. خضر؟ كما مالي؟ اي نعم زين. زين. دلوقتي يا اخوات كتبنا الحروف الابجديه علشان نعرف كيف نقرا العربي. وبكده نبقى كتبنا الحروف من الالف الى الياء. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل ايش تاخرتي؟ ما ايش كنت حلال اخرجنا شو؟ زين تفضلي. تفضلي. كيف حالك؟ بخير الحمد لله ما انت كيف حال ابوي بخير؟ الحمد لله كيف سعيد صغيرين؟ الحمد لله بخير حبيبي. انا زعلانه عليك الحقيقه ما اتصلتي فيني اليوم. مشغوله يا بنتي مشغوله ما علي. جلسوا جلسوا. اه جلسين جلسين. استريحي استريحي. اي والله ما ادري والله. لا توجرن عنك حتى في الصف مو معشي حيل انت حلال الاخت سعيده الحرف ده هذا ايش هذا الزو طب تعالي اكتبي السين اخوك
تقدميني على السبوره ما اسمي تقدميش. ها يا بنتي سيري انت ما علي انا خلاف سيره واحي ما علي. عشاء ما نقدم انت الاكبر كيف نقدم الاصغر ما يستوي تفضلي انت ما تفضلي قدامي. سعيده. يو. مو قمت عازم مو هذه المسائل ما محتاجه لمعازمه. تفضلي اكتبي. اقول سعيده. يو. اتقوم تحلي على السبوره واقوم انا علش. يلا هي مره شاكت بتقوم قبل انها ما تشيل صديقاتنا جالسات محد منطش انا اقوم قبلش. ماما عقب سامحي الموسم ترى المعلمه طلبتني انا قبلش. سيري يا بنتي الله معاش والله يحفظك ان شاء الله ويقويش يا رب العالمين. سيري ما سيري لا تزعلي علي. ما لا والله ازعل عليش انت يا بنتي. قادر تفضلي يا اختي سعيده اكتبي على السبوره حرف السين. ما كيف اكتب اكتبي على السبوره حرف السين اكتبي كيف اكتبي. السلام عليكم. عليكم السلام. أرجو إن أنا ما أزعجتك يعني. لا أبداً بس أشوفك رجعت بسرعة. إيه أنا وديت خديجة المدرسة وبعدين رجعت الحين. ما أشوف الأولاد موجودين وين راحوا؟ قبل شوية كانوا هنا أكيد داخل. إيه نعم. ان شاء الله تكوني مرتاحه معانا هنا في البيت وان الاولاد ما يضايقوك يعني ولا لا ابدا بالعكس انا مرتاحه منهم كثير الحمد لله. القراءه زينه مفيدة إن الواحد يقرأ يعني كثير حتى إن يعني القراءة تقضي على وقت فراغ الإنسان يعني. والله أنا وقت مقسم أحاول قدر الإمكان إنه ما يكون عندي وقت فراغ.